مرحبا بكم. تقرير التقييم هو الخطوة النهائية في عمل المقيم، وفي هذا التقرير يوصل المقيم جميع أداءه وعمله بشكل مختصر وواضح ودقيق لمستخدم هذا التقرير. فيجب أن يكون هذا التقرير يعكس فعلا أداء ومهنية المقيم. تقرير التقييم يجب أن يقدم المعلومات اللازمة للفهم الصحيح للتقييم أو لمراجعة التقييم. يجب أن يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات المطلوبة واللازمة لأداء هذا التقرير، وكذلك لمن يطلع على هذا التقرير أن يستوعب ويتضح له تسلسل المنطقي لعمليات التقييم والنتيجة التي وصل إليها، وعلى ماذا استند المقيم في إصدار حكمه في هذا التقرير، أي دقة المعلومات. كذلك في تقرير التقييم يجب أن يكون واضحا ومفهوما للمستخدمين المقصودين. ليس من الضروري أن يكون دائما مستخدم التقرير إنسان مختص بالتقييم أو على اطلاع بعمليات التقييم. فلذلك من خواص التقرير الجيد أن يكون سلسا وواضحا ومفهوما لمن يطلع عليه وإن كان ليس من المختصين، وهذه من ميزات التقرير الجيد. كذلك يجب أن يقدم تقرير التقييم وصفا دقيقا وواضحا لنطاق مهمة التقييم. نطاق التقييم يتضمن على 14 نقطة راح تكون تأتي معنا بإذن الله تعالى، يجب أن يتفق عليها المقيم والعميل أو طالب التقييم. في تقرير التقييم يجب أن تذكر جميع هذه النقاط مع نقاط كذلك إضافية، 6 نقاط أخرى منها الغرض من التقييم أو الأسلوب وطريقة التقييم أو افتراضات وافتراضات خاصة وغيرها. من هذه ستأتي معنا بإذن الله تعالى، يكون في 20 نقطة يتضمنها تقرير التقييم. يجب من يطلع على تقرير التقييم أن يتأكد من وجود هذه النقاط ومن كتابتها بشكل واضح ودقيق وكافي، حتى يمكن أن يطلق على هذا التقرير أنه متوافق مع المعايير الدولية للتقييم. كذلك يجب أن يقدم التقرير يفصح عن أي افتراضات أو افتراضات خاصة، وكذلك أوجه الغموض إن وجدت. الافتراضات هي حقائق مفترضة تتسق أو تتماشى مع الوقائع الموجودة في تاريخ التقييم. هذا افتراضات. ممكن نأخذ مثال على ذلك، إن المقيم يفترض صحة المساحة الموجودة في الصك. هذا عادة مقبول في السوق ومقبول عند المقيمين، إنه هذا الصك صحيح. أفترض أنا لم مثلا المقيم لم يذهب بنفسه ويرفع مساحة هذه الأصل. أو مثلا ممكن يكون مثال آخر عن الافتراضات، لو نفترض صحة فسح البناء أو المساحات في فسح البناء، قد يكون المقيم لم يأخذ رفع مساحي للبناء ولكنه يفترض صحة المساحة الموجودة في فسح البناء. هذا من الافتراضات. الافتراضات الخاصة هي حقائق تختلف عن ما هو موجود في تاريخ التقييم، ولكنها مقبولة أن 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 يكتبها أو يفصح عنها المقيم في تقرير التقييم. مثال على ذلك، ممكن يكون التقييم لأرض، ولكن هذه الأرض منسوب الأرض أو فيها جبل بسيط يختلف عن منسوب الشارع، فيكون التقييم على افتراض أن هذا الارتفاع وهذه الأرض سويت بمستوى الشارع. هي حقيقة لم تسوى، ولكن على افتراض. هذا من نوع من الافتراضات الخاصة. فحقائق تختلف عن ما هي موجود أثناء أو في تاريخ التقييم وهي مقبولة. فيكون هنا كالاشتراط أنه هذا التقييم مقبول أو هذه النتيجة مقبولة متى ما نفذ هذا الافتراض الخاص، وغيرها من الأمثلة.
كذلك يجب أن يقدم تقرير التقييم غرض الغرض من التقييم، ويكون واضح هذا الغرض، ويختار كذلك أساس للقيمة متوافق مع هذا الغرض. كذلك يجب أن يذكر تقرير التقييم أي قيود على الاستخدام قد أحيانا تدعو الحاجة أو الضرورة إلى تقييد استخدام هذا التقرير، أو من يطلع على هذا التقرير، من له الحق أن ينظر للتقرير أو يطلع عليه أو يتخذ قرارات بشأن نتائج هذا التقرير، ممكن ويحق للمقيم أن يفرض أي قيود على النشر والتوزيع. كذلك إذا كان هناك أي ظروف مقيدة تؤثر على التقييم بشكل مباشر يجب أن تذكر في التقرير وتسجل فيه. هذا المعيار، معيار كتابة التقارير، ينطبق على جميع تقارير التقييم أو تقارير مراجعة التقييم، سواء كان هذا التقرير تقريراً متكاملاً أو تقريراً مختصراً، والتقرير المختصر هو تقرير من صفحة أو صفحتين في بعض البيانات التي سنتطرق لها إن شاء الله تعالى، والتقرير المتكامل هو تقرير سردي كامل يحتوي على جميع، على نطاق العمل وعلى آلية البحث والاستقصاء والتحري وجميع العمليات الحسابية والصور وغيره، فهو تقرير سردي متكامل لعملية التقييم. هذا نوع من أنواع التقارير، والنوع الآخر هو التقرير المختصر. قد تكون هناك اختلافات بالنسبة لفئات محددة من الأصول، فيختلف اشتراطات التي تكلمنا عنها سابقا قد تختلف أحيانا مع بعض أنواع الأصول، أو قد يكون هناك متطلبات واشتراطات إضافية يتعين إدراجها غير ما ذكرنا. هذه الاختلافات أو الاشتراطات الإضافية التي يتعين إدراجها في تقرير التقييم موجودة في معايير الأصول الأخرى من 200 إلى 500، ومعيار 200 والشركات والحصص في الشركات، معيار 210 الأصول غير الملموسة، المعيار 300 الآلات والمعدات، معيار 400 الحقوق العقارية، والمعيار 410 يتحدث عن العقارات التطويرية، ومعيار 500 عن الأدوات المالية. قد تكون هذه الاختلافات البسيطة أو الاشتراطات الإضافية موجودة في هذه المعايير.